التالي عشان هنعمل الفراخ بتاعتنا على بال ما اللحمه دي تشد معانا شويه جوه الفريزر. شايفين شكل الكوبيبه؟ هو ده اللي انا بقول عليه، مطحونه عجينه زي ما انتم شايفين اهي. هاخدها زي ما هي كده في الطبق بتاعها ده، ونروح نحطها فين؟ جوه الفريزر شويه لمده دقائق، ونجيب الطبق بتاعنا التاني واحنا واقفين كده عشان نعمل له التتبيله بتاعتنا الجميله، وتكون اللحمه بتاعتنا بدات تتجانس مع بعضها. احنا عندنا شيش كباب الدجاج. شيش كباب الدجاج هو عباره عن ايه؟ عباره عن كيلو وراك فراخ، كيلو من وراك الفراخ اهو، ونص كوبايه ميه بصل، وعندي نص كوبايه عصير ليمون، وكمان عندي نص كوبايه زبده هنسيحها، وعندي كمان علبه زبادي، ومعلقه زعتر، ومعلقه بهارات، ورشه جوزة الطيب، واكيد في ملح وفلفل. هنقول تاني المقادير بتاعتنا، بس هات لك طاسه صغيره كده عشان نسيح. تاني هقول المقادير بتاعتنا وهنلبس جاونت جديد. المقادير بتاعتنا زي ما قلنا هي عباره عن كيلو من وراك الفراخ، كيلو من وراك الفراخ، مش مشكله. زي ما قلنا كيلو وراك فراخ، عندي علبه زبادي، نص كوبايه عصير ليمون، نص كوبايه ميه بصل، ونص كوبايه زبده سايحه، وكمان معلقه زعتر ومعلقه بهارات ورشه جوزة الطيب. كل المقادير قدامنا اهي. هنعمل ايه بقى؟ هنشغل بس نسيح الزبده. انا عايز الزبده سايحه شويه. ليه بقى؟ عشان انا هحطها في الخليط بتاع التتبيل بتاع شيش الكباب، الخليط بتاع التتبيل بتاع شيش الكباب دوت، وهنحطها بعد كده على الشوايه. يبقى احنا كده اهم حاجه زي ما قلنا عندنا هنا الفراخ، بس انا حاططها في الخله اهي وراك الفراخ. وهناخد كل المقادير، نجيب بوله كده، نحط الزبادي، ونجيب الزبده السايحه عشان نسيح الزبده. نسيح نص كوبايه الزبده ونحط الزبادي. وبعدين زي ما قلت لكم امبارح بمناسبه السؤال اللي جالي، شايفين انا بشر البصل ما رضيتش اصفي ميته غير ما تشوف اهو. شايفين بينزل قد ايه؟ ميه البصل على الزبادي. كان جالي سؤال دلوقتي عن الكفته، عشان نقول الكفته بعد ما بصفي ميه البصل دي باخد التفل ده اضيفه، بصلتين اضيفهم على كيلو لحمه ملبسه. يعني ايه كيلو لحمه ملبسه؟ يعني فيها نسبه دهون حوالي 20%. التفل بس عليه معلقه بهارات، شويه ملح، وشويه فلفل، واخلطها مع بعضها مع اللحمه الملبسه، يبقى عندي مقادير الكفته اللي انتوا شفتوها امبارح. هنحط البهارات، رشه جوزة الطيب، ومعلقه الزعتر، ونص كوبايه عصير الليمون، وهنتبل ملح وفلفل. ملح وفلفل، وهدي هنا برضو شويه ملح على الفراخ عشان خاطر عندنا عصير الليمون. هنا ادي الملح وادي الفلفل. والزبده ساحت اهي. الزبده ايه؟ ساحت. والشوايه عندي جاهزه سخنه. هنعمل ايه؟ هناخد الزبده السايحه دي نضيفها على الخليط بتاعنا. نجيب مضرب. وعايز اذكركم هنا ايه؟ التتبيله دي مختلفه، التتبيله دي طعمها حلو قوي، هتعجبكم جدا. هي عباره عن علبه زبادي، نص كوبايه ميه بصل، نص كوبايه من عصير الليمون، ملح وفلفل وبهارات وزعتر ورشه جوزة الطيب. شايفين الخليط عامل ازاي؟ اهو. وهنيجي نحط الزبده السايحه بتاعتنا عليها، ونقلب الخليط ده كله مع بعض زي ما انتم شايفين. وناخد الفراخ دي نحطها على الاقل ساعه في الخليط ده. الفراخ دي ناخدها كده نحطها فين؟ ساعه في الخليط ده. وبعد كده نعمل ايه؟ ناخدها نحطها في الشوايه. تاني هاذكركم احنا عملنا ايه؟ عندي هنا علبه زبادي عليها نص كوبايه عصير ميه بصل، ونص كوبايه عصير ليمون، ومعلقه زعتر، ومعلقه بهارات، وملح وفلفل، ورشه جوزة الطيب، ونص كوبايه زبده سايحه، نص كوبايه من الزبده السايحه. الطريقه دي جديده خالص. هعمل انا هنا ايه؟ هاجيب الشوايه بتاعتي اسخنها، بس هقلبها عشان خاطر انا عايز السطح
اللي هو العدل، وبعدين نروح بعد ما تبلنا الفراخ بتاعتنا لمدة ساعة نيجي كده نحط قطع الفراخ جنب بعضها اهو، وبالهنا والشفا. وتسيبوها بقى لما تستوي معانا بالتتبيلة بتاعتنا دي. وطبعا كل التتبيلة ما هتخف معايا هنرجع نسقسق لها شوية، ونكرر العملية نسقسق لها يا مجد شوية اهو. جميل. هسيب الخليط ده برضو على جنب كده علشان خاطر نسيب الفراخ تستوي. الفراخ ده هنعملها مع ايه؟ مع رز اصفر. رز اصفر. هنعمل الرز ازاي؟ انا عندي نص كيلو من الرز المنقوع في الميه، وعندي كمان هنجيب بس نشغل الكتل. هنحط الرز على النار بس يا مجدي. حاضر. هنجيب بس كزرونه او حله. مين معانا؟ يا استاذه لارا. كلارا. كلارا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك، اتفضلي. كنت عايزه خلطه الكفته. حاضر، هقول لك عليها تاني. حاضر، من عينيا. حاجه تاني؟ بشكرك يا استاذه كلارا على اتصالك، وهقول لك على خلطه الكفته. انا هعمل ايه؟ انا عندي رز بسمتي منقوع في الميه، نص كيلو من الرز البسمتي اهو منقوع في الميه اهو، بس هو شرب ميته منقوعه. عندي كمان كزرونه هحطها على النار، هنحط فيها ميه بتغلي، نغليه غلوتين، وبعد كده لما نرجع من الفاصل هنوريكم هنعمل فيه ايه. بس كل اللي هعمله هحط له ميه بتغلي، وزي ما قلت هغليه غلوتين. خليكم معانا عشان تشوفوا كل ما هو ممتع وجديد فقط على تلفزيون الحياه، ولكن بعد الفاصل. الفراخ اخبارها ايه؟ معلش بقى، احنا كنا عايزين نبدع لكم اكتر، ولكن هي اللي حصل ان ال هات كده في طبق صغير، وهات لي الفراخ. هنشيل الفراخ اهي نحطها هنا. عايز اقول لكم طعمها بقى ايه؟ طعمها روعه. ليه؟ لانها واخده عصير الليمون، واخده ميه البصل، واخده الزبادي، بالهنا والشفا. طبعا كان نفسنا نكون عندنا الكوبيبه بس يا احمد بسرعه.